اللي كان على اكمل وجه وكلل مجهوده هذا الثنائي بهدف ثالث سجله جون انتوي. كره ملعوبه لكاسونجو، كاسونجو الله يا كاسونجو، لكن اعتقد ان في قرار من الحكم محمد الحنفي الغى الهدف. جميل الاهداف الجميله حتى هنا تلغى، حتى الاهداف الجميله هنا تلغى. هل هناك رايه؟ نعم، حاله تسلل كما نتابع هنا. المساعد الاول سمير جمال حرم كاسونجو من هدف عالمي، هدف